السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو. هذا اللي غادي نتكلموا على السكن في الديار الفرنسيه، او لا غادي نتكلموا على واحد العائق كبير في الديار الفرنسيه كيلقاو بزاف ديال الناس فرنسا، بمعنى اولا بالدارجه ديالنا حريره. واش من حريره غنتكلموا عليها اليوم للاسف الشديد، اللي هي الطلب ديال السكن في فرنسا. اولا الناس كيسولوني كيفاش بدلت من دار الدار على حسب التجربه ديالي، كيفاش كندير الدوموند، وشنو خصني ندير في حالة ما تعطل عليا في الإجابة. دونك قبل ما نبداو هذا الفيديو، بغيتكم ما فيها باس تخليو واحد جيم هذا الفيديو هذا باش كنعرف الناس اللي هي معايا فعالة واش نكملوا ولا لا في هذا الفيديو بحال هكا. ثم الا ما كنتيش مابوني كنقول لك عافاك، ماشي ما فيها باس الا تعاونتي مع خوك ودرتي ابوني لخوك كتشجيع لينا. اذا على بركة الله وغادي نبداو الفيديو ديالنا كيفاش نديرو الطلب ديال المنزل في الديار الفرنسية. اول حاجة بسهولة، مابقاش يعني بحال شحال هادي تخص تمشي لي زاجونس وكدا وتحدد الدوسي ديالك. دابا دونك كلشي ولا باغ انترنيت اون لين. دونك كندخل الانترنيت كندير الدومون ديالي ديال المنزل في الديار الفرنسيه. لو سيت سميتو على ما كنظن هو دومون دو لوجمون سوسيال، دونك يعني ساهل في حال ما ما خرجش لكم، نخليه لكم في علبة ديال الوصف، نخليه لكم لتحت باش تدخل ليه نيشان. دونك ملي كندخل لو سيت كندير مثلا انا كنقلب في بوردو، كندير ديبارتمون ديال بوردو. كنتي مثلا انت ساكن في مارسيل وباغي تقلب في بوردو، ما غاديش دير ديبارتمون ديال مارسيل، ملي غتدخل لو سيت غدير كتقلب في بوردو. دونك فوالا كنقلب في بوردو، وابري تبقى غادي تتعمر دوك لي زيتاب لي كيديروك في لا دوموند، كتعمرهم كاملين. المهم كيطلبوك بعض الوثائق كيطلبوهم لكم، منهم لاكارت ديدونتيتي ديالك نتا والكونجوان ديالك، ولا يعني اللي مزوج، المهم اللي مزوجين ما مزوجش الله اعلم على حسب كل واحد. تيطلبوا لك المهم الوراق المهمين، كانت هي لا في دامبوزيسيون و سميتها واقيله داك ديال لي زامبو. دونك تقريبا هادو هما المهمين، والفيش دو باي بالنسبه للناس اللي كتكون يعني اللي كتكون خدامه في حاله ما خدامه ما خدامينش، كنحطوا الوراق ديال الشوماج او الوراق ديال الاغاثه على حساب كل واحد وشنو. المهم ما كنتي ما كتخلص حتى شي لعبه، كتكتب انك ما كتخلص حتى شي لعبه وما تخافش، لان هذا كيتسمى سوسيال يعني اجتماعي، دايرينو الناس اللي ما عندهم حتى شي، زعما الناس اللي مساكن على قد الحال. اما الا بغيتي لوجمون بريفي كيفاش كتدفعلو هذا شكل اخر، انا نتكلم عليه بعجاله. دونك ما كنحاولش نطول عليكم ديما الفيديو كما كتعرفوني، كنحاول دائما نقصر الفيديو ونعطيكم رؤوس اقاليم وداكشي يعني اللي كيهمكم، اما اللي ماشي مهم كنحاول دائما ندوزو. المهم كنديروا لا دومون ديالنا فهاد لو سيت هذا، سي بون كندفع الورقات كاملين يعني سي بون كتاكسبتي كيتفاليد نورمالمون، الا ما نسيتي حتى شي ورقه وكلشي قاداتي مزيان لا دوموند كيتفاليدا اي فوالا هانت ناضي. نورمالمون في اي مدينه فيها بزاف ديال لي بايور. شنو هما لي بايور؟ هما ما عرفتش كيفاش نقول لكم، بحال نقولوا شركات سوسيتي. دونك مثلا لي زاش كاين مثلا في بوردو كنعرف كاين لي زاش لام، كاين دومون فرانس، كاين جيرون دابيتا، كاين بزاف من حنا نسموهم مثلا شركات اللي عندهم ولا يعني نسموهم شركات ولا اقطاب ديال 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 الديور ديال الكراء، عندهم بزاف وكيكريوهم كاينين في هذا لو سيت. ملي كندفع انا الدومون ديالي في هذا لو سيت هذا، اوتوماتيكمون لا دومون ديالك كتمشي لجميع لي بايور اللي كاينين في المدينه ديالك، فهاديك المدينه اللي انت طلبتي ليها الدومون. مثلا انا ملي كنت دفعت تصيفطوا للجميع، هم تصيفطوا لهم يعني تصيفطوا لي بايور كاين دومون فرونس كدا 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 لي زاشي كلشي اللي كاين في بوردو وصلهم الدوسي ديالي. والنهار تكون عندهم شي حاجه متاحه غادي يصيفط لي اولا غادي يرسل لي يقول لي هاد الدار كاينه فوقاش عندك فيزيت باش تجي تشوفها. مثلا انا كانت عندي واحد الاخت ديالي كنتمنى ما تشوفش الفيديو، ملي كنت دفعت لا دوموند جات قالت لي خالد دفعت واش دفعتي، قلت لها عندي مشكل حقا تعطلوا عليا، قالت لي واش دفعتي هذا وهذا هذا، قلت لها دفعت باغ انترنيت، قالت لي لا خصك تدفع لهم كاملين. فوالا دونك نورمالمون
مين بقات عليا نو مي خصك انت دفعتي غير الواحد خصك تدفع ليهم خصك تدفع جون دابيتا خصك تدفع لي زاشيلام خصك تدفع الفلان اكس خصك تدفع الاي بقات طا 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 دخلت لمشتك فراسي فابخي مين قلبت مثلا مين كنقلب عرفت ان هذاك نسيت لي انا كندفع اللي كتدفع فيه انت ما كيحتاج صفات لكل واحد دونك انا كنعطيكم اللاصق ما تحمقوش راسكم باحترامتي الاخت ديالي دونك دونك فهاد الحاله هادي دونك فهاد الحاله هادي كما قلت لكم مين غندفع فهاد لوسيت راه الدومون ديالك راه مشى لهم كاملين اللي كاين في داك لا ديبارتمون اللي انت دفعتي فيها الدوموند ما محتاج تحمق راسك ما تحتاج تحد شي واحد اخر يجي يمرضك يلقاك علاش ولا يبقى يتفلسف عليك نو 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 دوموند مشى لكلشي في حاتمه كانت ارجو يعني بغيت دابا هنا دابا المشكل اللي غنجي نتكلم فيه اليوم الناس اللي باغا تحل ارجو تيقول لك عيط لهم مثلا كتمشي ديك سانتك ديك ساعه كتدخل لوسيت مثلا كتشوف شكون هما لي بايور فين تصيفط الدوسي ديالك وكتبقى تعيط لهم كتعيط مثلا لي زاشيلام كتعيط مثلا انا كنهضر على راس جيرون دابيتا كتعيط دو مون فرونس كتعيط مع شي سميت موم اي اكس طق 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 كتعيط لهم انا دافع الدوسي ديالي عندكم لان راه اصلا الدوسي ديالك كتعطيهم نيميرو الدوسي باش نورمالمون ملي كيتفاليدا الدوسي ديالك راه كيصيفط لك واحد النيميرو هذاك النيميرو راه بيه انت غتولي خدام ملي كتهضر معاهم كتعطيهم النيميرو الدوسي ديالك كيشوفوا حنا انا بشويه بشويه غنجيو فين غتحتاجوا هاد النيميرو ديال الدوسي ديالكم اللي دافعين في الدوموند ديال لوجمون سوسيال الوغ مي كتعيطهم كون اكيد انهم ما غاديش يديروا معاك الحل باش نكونوا واقعيين باش ما نخرجوش يعني تنبقاو عليا عيط لهم راه غيفرا اي واحد غتسولو في الدوموند هادشي ديال الدوموند ديال لوجمون يقول لا ماشي مشكل لا فرا لهم راسهم يا ودي اش فرا لهم راسهم انا ماشي غير فرعتهم راسهم ملي كنت كنبدل السكن راه فوق فرعتنا لهم راسهم ومع ذلك كنعيطو ومع ذلك ما دارولنا الزمه المهم ابخي ملي كنعيطو واحد لقيت عيطنا بزاف داروا معنا الحل ولكن اعتبر هذه المعاناه راه عام وزايد وانا دافع معاناه وكان عندي مشكل وزيد 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 وبلك شايف دونك انا نقول لكم في الاخر شنو الخطا اللي درت باش مثلا ما عطاونيش لوجمون بواحد مده شويه اني قصيره الوغ ملي كندفع ماشي ما فيها باس لو جا عندك شي عبقري وقال لك مثلا عيط لهم ماشي مشكل مره اتصل بهم وكتسول ولكن كما قلت لكم المهم كتجرب كتطونتي تا شونس اني كتجرب على الله ربما تكون شي حاجه ايجابيه وما عرفتيش المهم ربما يكون الفلاسفه اللي كيكونوا دايرين بكم يكون عندهم الحق ربما لان للاسف الشديد في فرنسا الناس جداد كيعانيو بزاف من هاد الكلام اللي قد بعد ديال الناس اللي كيكونوا دايرين بهم وبعد خطرات ما كاينش ان الانسان قديم عليا في فرنسا ولا بعد جديد عليا في فرنسا راه الى غيزون ولا عنده الحق نو بعد خطرات قد يكون انت عندك الحق واخا جيتي البارح لفرنسا يعني تيق في راسك انا هاد لاشين ديالي علاش دايرها كنوصل لكم المعلومات كنبغيكم تثقوا في راسكم ما كنبغي اتير كنتفقس من الداخل ديالي كنبغيش بنادم زعما يجي شي واحد اخر يبردك خوكم هو في الدم اخوكم المهم علينا راكم تما دونك قلنا ملي كنديروا لا دوموند دونك فوالا راه مشى عند كلشي دونك مره اتصل سي با غاب كانت لوكا ديالك الارجونس يعني مستعجله كما كان انا وقع لي والفوت اللي درت هو انني ما مشيتش عند لاسيستون سوسيال شيئا ما تكبرت نورمالمون كيف الاخر مشيت تخوطاخ شوفوا عندك دومون ديالك ارجون مثلا جالس مع لي بارون ديال والديها ولا انت جالس مع البوند والديك عاد جيتي لفرنسا ولا راجل كيضربك ولا انت ما بقاش مرتك تجري عليك ولا جو سي با مو انت باغي تقلب على السكن سير عند لاسيسون سوسيال وكتقول لها شنو واقع لي ما بقيتش قادر نجلس مع هذوك الناس ولا حقا نسابي ما بقيتش كناخذ لانتيميتي ديالي ما بقيتش كناخذ راحتي ما بقيتش المهم لقى الحلول عندك وليدات ما بقيناش قادرين نجلسوا كاملين
كاملين حنا بينا بزاف في الدار حقا ولادي ما كيلقاوش راحتهم. مي كتمشي لاسيستون سوسيال ديما حاول تلقى واحد جوستيفي انك علاش تخرج باش اموا كتقنع هي قنع لي هي غير قنع لاسيستون سوسيال ابري تنكيت با راه 4 mois 6 mois ما يفوتوش 6 mois غادي نلقاو لك السكن غادي نلقاو لك السكن. هذا هو الفوت اللي تقول لي اش جاب دوموند ديال لوجمون مع لاسيستون سوسيال. لا درتي لا دوموند وكنتي اورجونس ماشي فيها باس نمشي عند لاسيستون سوسيال كيما قلت لكم نجوستيفي بيان انني عندي مشكل ما بقيتش قادر نجلس مع هذا ولا كذا. المهم نتوما خدموش ويعقلكم الله يرحم الوالدين راه غادي تلقاو فهمتي وسير تما كاينو تمسكن انت مع راساتك تمسكن ولا بجوجكم انت ومرتك ولا كان عندكم وليدات تيكم سيروا بثلاثه بكم او اربعه بكم وتمسكنوا شو شويه ماشي فيها باس وابخي غادي تشوفوا غادي تدفعوا اي بوسي الدوسه ديالكم اولا يدفعوا الدوسه ديالكم يديروا له بريس اني غيشوفوا مع هادشي ديال هادوك لي بايور كيقول لهم شوفوا هادو دغيا شوفوا لهم راهو خصهم يسكنوا لحقاش سيتون كا اورجون واخا يكونوا بزاف ديال الناس دونك حتى يقدروا يجربوا عليك. انا الفوت اللي مثلا انا رجعت تجربتي عاوتاني مثلا انا كنت كنقلب وكنت فريمون كا ارجون لحقاش انا كان عندي واحد المشكل كنت انا بزاف الناس تقول كنت في مود مارسون اكزاكتومون في مورسانز ورجعت لبوردو يعني في بوردو في سونتر فيل دونك جاو عندي قالوا لي كيفاش رحلتي. انا ملي كنت في بوردو باردون ملي كنت في مورسانز اكزاكتومون كنت ساكن مع النسيب ديالي يعني مع الاب ديال المدام ديالي. ابخي من انا بغيت نرحل وعيت شويه انني بغيت نجلس انا ومرتي شويه مثلا ما لقيتش الدار دفعت في مود مارسون تعطلوا عليا بزاف داروا شي عام وزيد وانا ومرتي ما درنا حتى شي حاجه ما مشينا عند السيستم سوسيال ما عيطنا ما حتى شي لعبه هالاخطاء اللي كنا كنديروها لخوتي ما عيطنا ما تسوقنا عام ونص قلنا ماشي المهم كنا قلنا حنا جالسين عادي مغير سي با غاب وقت ما جاب الله الخير مرحبا ولكن ابخي طلع الدم شويه بغينا شويه نقصوا بوحنا دونك مع الوقت كنت درت واحد الاكسيدون صافي كنت درت اكسيدون طلعت فراسي ديك المدينه قلت سي بون غادي نبدل كاع هاد المدينه نمشي حدا خويا كان خويا في بوردو وبروبوز عليا انك تجي لبوردو تلقى المهم غتجي دغيا دفعت في بوردو ما لقيتش دغيا السكن شافي واحد السكن اونواخ دونك جيت طق طق المهم بقيت ساكن فيه تقريبا شي عام في الاخر انني اللي كنت ساكن عنده جري عليا قال لي خصك تخرج بحالاتك دونك بما انه قال لي خصني نخرج بحالاتو عنده الحق طبيعة الحال كتبقى الدار ديالو خصو يخرجني فوقاش ما با لان اصلا كاين بلا وراق بلا حتى شي لعبه واخا كنخلص كراتي وكلشي فهاد الحاله هادي كنت ديجا كنت دافع وما كناش كنعيط لهم بزاف حقد الله فهاديك المده كنعطيني واقع شي 3 شهور 4 شهور عطاني كنت ديجا دافع شي عام فمو مزيان كنت دافع عام وبقى كنعيط لهم كنعيط لهم ما بغاوش ممكن يكون حقا كنا دزنا في واحد المهم عيطونا واحد المره قبل كنا واحد الدار دزنا طق طق قالك تسناو هما يديروا اجتماع واحد غيون يوم ابخي غنردوا عليكم ما تقبلناش في الاولى ما تقبلناش في الثانيه بقات لي شهر خوكم بقات له شهر وانا نقول المدام ديالي ويشري فيا نجمعوا راسنا لاسيستون سوسيال شنو هاد لاسيستون سوسيال قالت لنا جيتو تخو طاخ الا ما تقبلتوش مره ثالثه مره رابعه حنا غندخلوا غنقدوا لكم الدوسه ديالكم غاتاخذوا بعض ديكساسيون بقات لنا شنو قلت لكم شهر يعني غيردوا لينا من بعد شهر هذيك المره الثالثه فين غادي ندوزو حنايا عند يعني يديروا الاجتماع ويقول لنا واش مقبولين المره الثالثه في الدار الثالثه حمدك يا ربي وشكرتك انني كنت تقبلت في المره الثالثه كون ما تقبلتش في المره الثالثه كانت تكون كارثه عظمى يعني ديك الساعه عاد غيخرج من الاخر برا عاد نشوف على السيستم سوسيال غنبقى جالس واحد الشهر برا فين نجلسها الله اعلم فوالا وغتشوف ديك الساعه هي غتشوفنا الدار فيت ولا يجلسونا في شي اوتيل جو سي با بلا يقدروا يجلسونا مثلا وغتلقاونا الدار. الفوت اللي بغيت نوصل لكم الفوت اللي درت هو انني ما شدتش من النهار الاولى سيستم سوسيال انها تعاوني في السكن. لو كنت فداك العام قبل ما يوقع لي هاد يعني تولي كا ارجون لو شتها متقل ولا ما ندفع الدوسي ديالي ونجي نقول لهم لا حقا انا جالس مع واحد الصديق ولا كذا كذا جالس عنده وحنا بينا اربعه جوج دو بيبي وانا ومرتي وكذا وكذا وبنتي مريضه وخصنا نلقاو الدار لا سيسون سوسيال تعاونك غتعاونك باش تلقى الدار فهمتي غتعاونك بالنسبه للفلوس انا غادي نجيكم بالنسبه للفلوس لي زيد نلقاو الدار غندوزو لي زيد شنو هما لي زيد اللي كاينين دونك فوالا هنا قلت لكم كيفاش دايره القضيه ديال الدوموند ديال لوجمون فرنسا بريفي سالينا مع هادشي سوسيال بريفي
باش كدوموندي بعدا خصك اوبليجي تكون عندك سي دي اي, يعني تكون مرسم وتكون عندك الخلصه فوق 2000 اورو. الشيء الاخر ساهل. دونك ملي كيكون عندك هادشي كتمشي تدخل فيسبوك, كتدخل اي بلاصه كتقلب مثلا في بونكون, كتقلب دير موجود بريفي موزانكيتي با, راه دغيا غتلقاو الدار اللي كنتي زعما عندك هاد السي دي اي وكذا, زعما دغيا تلقاو. انا كنشوف كيبانوا لي كاينين الديور لو عندك فوق 2000 اورو وعندك سي دي اي غتلقاو الدار. دي فوا كطيح دي راسيست ما كيبغيش يشد مثلا عربي ولا ما كيبغيش يشد الافارقه, ودي فوا المهم غتلقاو في بريفي. ولكن تقريبا الناس كلشي كيمشي للوجمون سوسيال اللي كيكون شويه رخيص وكذا وكذا وكذا. اذا انا نتكلم دابا على كيفاش كبير تجربتي وكيفاش دازت عليا, وعطيتكم كيفاش بدلت وعطيتكم كلشي ديال الدوموند ديال لوجمون فرنسا. وما ديروش كما خطات انا في الاول, عافاكم. شوفوا مع لاسيستون سوسيال لو حلتوا, لو انكم كنتوا ارجون يعني دغيا خصكم تلقاو الدار. اوكي, بالنسبه هذا بالنسبه للطلب ديال الدوموند ديال الدار في فرنسا. انا بالنسبه لدابا ينزيد شويه معلومات بالنسبه لي زيد او للمعاونات اللي غيتقدروا يتقدموا ليكم بالنسبه للناس اللي كيقلب على الدار. يعني مثلا واحد جرى عليها راجلها ولا جوج مساكن ما عندهمش اولا كذا وبغاو لحقاش نورمالمون ملي كتطلب الدار كيطلبوا لكم لوكوسيون. شنو هي لوكوسيون؟ هي كتخلص بحال كتقولوا كتخلص شهر قبل, لا ماشي كتخلص شهر قبل, المهم ديال ضمانه وصافي ضمانه. مثلا كنتي كاريب مثلا كاريب الدار ب 500 كتعطيه 500 قبل ما كتدخل كتعطيه 500, هي ماشي ديال الكرا. هذيك علاش الكرا ملي كتكون كاري في لوجمون سوسيال الكرا كيتخلص ماشي قبل الشهر, ماشي قبل كيتخلص في الاخر الشهر, يعني كدوز الشهر عاد كتخلصو باش نكونوا واضحين. هذيك اللي كتعطي في الاول لوكوسيون ديال ضمانه في الاخر كيمادي, المهم كيشوفوا كيقلبوا الدار واش مزيانه ولا مزيانه, واش يردوها ولا ما يردوهاش. هذيك ديالك هذيك كترجع لك في الاخر, كترجع لك في الاخر. فهاد الحاله هادي كاين بعض الناس اللي ما غاديش يكون عنده مثلا هاد 500 اورو اللي غادي يعطيها في لوكوسيون ديالو كيكون ما عنديش, لان اصلا كتسكن الدار كيكون تابعك بزاف ديال الحوايج, كيكون تابعك خصك تحل البنكال, خصك تحل الماء, خصك تحل الضو, خصك تدخل سميتو الحساب اللي كانت الغاز, خصك تدخل التليفون, وهذا موضوع اخر بغيتوني نتكلم عليه اخوتي نتكلم لكم عليه. ما كاين حتى شي مشكل خليوه في كومونتير. لو بغيتو نتكلم لكم هادشي ديال نتكلم على هادشي ديال لي فاكتور وهادشي ديال ملي كندخل الدار الجديده شنو خصني ندير, يا با دو بروبليم, يا با دو بروبليم, ماشي مشكل. مي بان لي قلت لي فاكتور تفكرت واحد النقطه تفكرتها, بالنسبة ملي غيعطيوك الدار خصك تطلبوا لك اسورانس, يعني لاسورانس ديال الدار عاد كتدخل الدار. هذه نقطه خصك ضروري تخلصها قبل ما تدخل الدار, قبل ما كتسني معاهم لوبال. المهم ما عليناش الكونطرا ديال الدار, ما عليناش, بقيت نقولوا في لي زيد ما عنديش باش نخلص هاد لوكوسيون. هادي فهاد الحاله هادي كتشوف مع لاسيسون سوسيال كاين واحد لي زيد ولا واحد المعاون سميتها اف اس اش, عقلوا عليها اف اس اش, معاونه كيقدروا هما يخلصوا لك هاد لوكوسيون هادي وكيتكلفوا بها وكيخلصوا لك. المهم ما كتلقاش مشكل. مثلا انا براسي كان عندي الحق نطلبها ولكن كنت اورجون كان دغيا خصني نمشي ما كانش عندي الوقت, دونك باش تطلب انا كتاخذ الوقت, انا كنخصني نخرج وكتاخذ الوقت بزاف باش كيعطيوك وقت شي 7 سيمين, لو ديلي ديال 7 سيمين عاد يقدروا يردوا عليك باش يعطيوها لك. انا كان عندي خصني دغيا نخرج ما عنديش 7 سيمين, كنت المهم نبروفيتي لا سي با غاف حقي بما انني داس علينا اللهم حتى حنا نبروفيتيو شويه بما انني مشيت مي فريمون باش زعما باش نكون واقعيين الخوت ما كانش عندي الوقت, اما كون خديتها وقسم بالله كناخذها زعما ما عنديش المشكل نقول حقا ما عنديش باش نخلص. عندي كثرت المرتي يلاه وديما يحرق دينا ما لوكوسيون يحرق دينا ما نخلصها ما عنديش مشكل. كنت اورجون بعض الاحيان ملي كتكون اورجون ما ليله الله ليله الله وصافي. اذا فهاد الحاله هذه ديال الناس اللي غيكون ما تكونش عندهم لوكوسيون غيمشيو لهاد الامشون لاسيستون سوسيال يسول على اف اس اش هكذا كتسمى وقلب باش كيعطيوكم المعاونه ديال لوكوسيون. اوكي, في حالة ما الناس ما عندهمش لي موبل ديال الدار الاتات ديال الدار, عندكم نوتر هيد, عندكم واحد لاد سميتها سميتها بريكاف, يعني الكاف كتعطيك شي حاجه ديال الفلوس. هذه مع لاكاف, هذه ماشي مع لاسيستون سوسيال, وممكن تمشوا مع جو سي با
تقدر تكون مع الاساسون سوسيال تمشي تشوف معاهم كيشوفوك مع داك ديال زعما ما عندكش لي موبل كيشوف مع داك الشيء ديال لي سوكور كاتوليك فاش تخربيق ممكن كيعطيو داك الشيء شويه قديم حرتك ممكن تشوف معاهم سي باغاف ممكن مي انا كان بريفيري لو ان ما عندكش مثلا ما عندكش شوف مع بري مع لا كاف كيدوك بري كاف مثلا كيقولوا لك بغيتي انا داخل الدار هذه ما عنديش لي موبل ما عندي حتى حاجه في الدار كيقول لك سير مثلا جبنا لي فاكتور وهما كيخلصوا لك مثلا كتقول لي عندي 2 مليون باش نفرش داري عندي فيها ثلاجه فران كذا 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 كتجيب لي فاكتور باش غتشري كيعطيك ابري كتمشي تخلص نتايا او كتخلص كتردهم لي فاكتور باش كتاكد لهم انك فريمون شريتي داك الشيء ومن بعد كتولي كتردهم شويه بشويه بريكاف على حسب نتا ولا سيتياسيون ديالك اما كترد كلشي اما كترد غير نص عطاوك 2 مليون غترد مليون ومليون كيسمحوا لك فيها او كنت المهم على حسب السيتياسيون ديالك كيفاش دايره تقدر ترد كامل تقدر ترد غير نص مي بريكاف زوينه فريمون زوينه انا عجبتني بريكاف واعر احسن ما تسلف من بنادم ولا تحاتيها لشي واحد تتعرفو ما تحاتيها حتى شي واحد فريمون سا مارش بيان القضيه هادي سا مارش تري تري بيان اخر حاجه لابيل كلشي كيعرفها وكلشي تقريبا عنده كلشي زعما عنده تلا باس عندي واحد القدر ديال لابيل لابيل حتى هي مع لاكاف كتشوف ملي كتسكن كتعمر الدوس ديالك وكتصيفطو لهم اولا كتشوف كتعطي البايور فين عندهم الكريتي ديك الشركه عندهم الكريتي كتعطي لهم هما غيتكلفوا به حسب نتا اللي بغيتي وفوالا وابخي واقيلا الشهر الاول كتخلص الكار ديالك كامل مثلا انا كتكري ب 600 اورو والشهر اللي موراه عطاوني مثلا ابيل ما خلصتش 600 اورو خلصت 400 اورو دونك زادوني عطاوني شويه بو تشوف 200 اورو سا مارش تري تري بيان نزلت عليك من السما سا مارش تري بيان دونك هذا هي لابيل ما كتخلص يعني ماشي من الشهر الاول كتحسب من بعد لابيل على حسب نتا المدخول ديالك كيفاش جاير ولا حسب واش المدام ديالك خدامه ولا لا وانت واش خدام شحال كتدخل واش كتدخل 1000 اورو واش كتدخل شومان واش كتدخل بريس 2000 اورو وانت وشنو اذا الاخوان ديالي تقريبا هادشي اللي نقدر نقول لكم في هذا السوجي هذا حاولت نعطيكم رؤوس الاقاليم كنتمنى يكون داكشي واضح ومفهوم نورمالمون راه مفهوم نورمالمون ما غاديش توحلو اي سؤال الخوت مرحبا تقدروا تخليوه في الكومونتير وحال شوف شي حاجه فيسبوك ولا انستغرام ديالكم خوكم في الدمه وبو فوالا دونك كنتمنى لكم تلقاو السكن بصراحه لاقاش عارف الناس اللي غتدخل تقلب في هاد الفيديو هذا تي حسن عملهم بغي محسن عملهم دزت هاد التجربه هادي قاصحه بزاف 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 والله يكون معكم وان شاء الله ما يكون غير الخير ما تدير بالنصائح اللي قلت لكم و ما يكون غير الخير ان شاء الله ما يكون غير الخير